بخصوص القصه بتاعت محمود الزنفلي وايقافه 4 شهور. معايا عبر الهاتف الان المهندس وليد خليل رئيس شركه كره القدم بنادي غزل المحله. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. ما يخليك استاذ كريم يا حبيبي، اهلا بيك انت اللي مشرف. اهلا بيك يا فندم. النهارده لجنه شؤون اللاعبين ابلغتكم بعقاب الزنفلي 4 شهور وغرامه 350,000 جنيه، هل العقوبه دي ارضتكم يعني؟ هي بغض النظر عن هي ارضتنا ولا لا، هو في قانون وبيطبق وده طلع حكمه طبعا. انت عارف العقوبه ممكن تكون من 4 ل6 شهور. هم يعني اخذوا المده الاقل، وانا بالنسبه لي تعرف كده وكده، هو اصلا احنا مش هناخده معانا، لان احنا صرفنا النظر عن اللاعب وما عندنا ال3 حراس بتوعنا. هي القصه كلها ان هو كان لازم ناخد موقف ضد اللاعب ده وتصرفه السيء، لانه اصلا بيسيء لكل لعيبه مصر، فده اللي خلانا نبقى يعني مصرين ان ناخد للنادي حقه. انما انا ما زلت برضه بقول احنا ما فيش بيننا مشاكل خالص بينه وبين حرس الحدود، نادي حرس الحدود ولا الناس المسؤولين عنه. احنا كنا بينا وبينهم كله ود، بس زي ما قلت لحضرتك هو كان موقف مع اللاعب نفسه فقط لا غير. طبعا خلينا نتفق انه انت تبحث دائما وابدا عن حق نادي غزل المحله، وده من حقك تماما. هل كان في اي محاولات للتصالح خلال الايام الماضيه سواء من نادي حرس الحدود او من اللاعب؟ لا اللاعب طبعا ما فيش بينا وبينه تواصل. هي القصه بص في الاول والاخر احنا لازم كانديه مصريه لازم تكون العلاقات بيننا كلها كويسه ومحترمه. عظيم. وانا زلت بقول انا يعني اي حاجه انا اقدر اساعد فيها نادي حرس الحدود مش هتاخر عنه. بس زي ما قلت لحضرتك يعني في الاول والاخر لا صح الا الصحيح. صحيح صحيح. عايز استغل وجودك معايا واسالك على غزل المحله وطموحاتكم ان شاء الله لغزل المحله في الموسم الجديد باذن الله يا فندم. والله احنا طموحنا يعني واملنا في ربنا كبير سبحانه وتعالى ان احنا نحاول نعمل حاجه كويسه السنه دي. وان شاء الله نشوف نادي المحله بشكل كويس، عملنا على قد ما نقدر بالرغم من كل الظروف الصعبه اللي واجهناها، والحمد لله الى يعني عملنا فرقه شكلها كويس. ربنا بس يوفقهم في التجانس، لان هم حوالي 20 لاعب جداد من جوه مصر ومن بره مصر. صحيح. ومعانا مدرب ان شاء الله يعني واعد كل الدعم ليه، وجهاز فني واداري كويس ومحترم، معانا جمهور انا نفسي فخور بيه. فان شاء الله يعني نحاول ربنا يوفقنا ونظهر بشكل كويس. صحيح صحيح. مهندس وليد خليل رئيس شركه كره القدم بنادي غزل المحله، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.